Objectives which must fulfill في المحاضرة دي الآن. Muscles of the hand اللي احنا بنسميها intrinsic muscles of the hand للتفرقة ما بينها وما بين ال long muscles. في muscles هنا في الفور arm كان اسمها long, سواء كانت الفليكسورز أو الاكستنسورز دي اسمها long muscles. طلع من الفور arm تشتغل على الهاند صحيح, إنما عضلات الهاند الصغيرة اسمها ايه؟ intrinsic muscle of the hand. فلازم النهاردة نشوف مين هي العضلات اللي موجودة في الهاند, ايه هو الاكشن حاجه, ايه النيرف سبلاي حاجه, الحاجه اللي موجوده هنا بعد كده وليس يعني باقل خطوره من اسماء الماسلز والنيرف سبلاي. ما هو البالمر ابينيوروزس؟ ما المقصود بكلمه الفايبرس فليكسور شيس اوف ذا فينجر؟ ما المقصود بكلمه ساينوفيال شيس اوف ذا هاند والفينجر؟ واهم من واحد واثنين الفيشيال سبيسز, المسافات ما بين العضلات اللي في الهاند اسمها فيشيال سبيس اوف ذا هاند, وايه الاهميه الكلينيكيه الجراحيه بتاعتها. ده السكيلتون اوف ذا هاند. كلكم عارفين طبعا ان دي نهايه الريديوس والالنا, والصوره واضح منها ان اللور اند اوف ذا ريديوس هو اللي ارتكوليتد مع الاول صف من الكربال بون. الكربال بون دي من اول اسمين دول اللي هي اسكافويد واليونيت, ودول اللي بيساووا تمفصل مع الانفيريور سيرفيس اوف ذا ريديوس في عمل الريست جوينت. ولذلك هذه الحركه اللي بتتم بالاثنين, اذا حصل هنا حركه الحركه دي بتتنقل الى العضل الى الريديوس ثم الى الهاند فيما يسمى السوبينيشن والبرونيشن. يعني كلكم عارفين ان في الحركه دي الريديوس اللي هي العضل البون الخارجيه بتيجي ميديال اهي بتتحرك كده, وهي بتتحرك بتشيل معاها الهاند كلها لان الالنا ثابته. المحور بتاع الحركه عندي هو الايه؟ الالنا هو الثابت محور. اما الريديوس هي اللي بتتحرك عليه, وهي بتتحرك عليه بتشيل معاها الهاند. والاكسبلانيشن ان تحت الالنا ديسك هنا ارتيكولار ديسك كارتريج, وهذا الكارتريج يحول ما بين الانفيريور سيرفيس اوف ذا الالنا والكاربال بون. لا يعنيني كثيرا الريست جوينت النهارده, ولكن بصوا لي بقى كده على العظم ده اللي بيسموه كاربال بون. الكاربال بون متقسمين الى اربعه واربعه, اربعه روز, أربع صفوف اللي بنسميها بروكسيمال يعني قريبة من جسمي, الأربعة الأولانيين دولت, ثم أربعة بعيد عني اسمهم الديستال. فالأربعة الأماميين دول اسمهم بروكسيمال, والأربعة اللي بعد كده اسمهم ديستال. واحدة اللي أنا شايف ثلاثة بس, في واحدة خلف الشاشة دلوقتي فوق العظمة دي اللي هي دي من ورا ما أشوفهاش, اسمها بيزي فور, بيسلية الشكل زي البسلة. عارفين البسلة؟ البازيلا؟ بازيلا. طيب أنا عندي دلوقتي دولت, اللي يحب يحفظ اسمهم يحفظها. اللي يهمنا النهارده عشان ما اطولش في الموضوع ده ان دولت الاهميه عندي بمكان اسكافويد واليونيت. اسكافويد يعني قاربيه الشكل, شكل القارب. اليونيت شكل الهلال. عارفين الهلال لما بيطلع في السماء بدايه الشهر هو شكلها كده, فاسمها هلاليه الشكل. ايه في الكتاب؟ سكر الكتاب. ما جعل الله المؤمن من قلبين في الجوف, اما ان تسمعني واما ان تقرا. تحب ايش؟ لا اسمعني بالتي هي احسن. العظم اللي بعد كده هو عظم الميتاكاربال بون, ولاحظوا معايا حاجه مهمه جدا في الميتاكاربال بون. الميتاكاربال بون هي اللي متمفصله مع الكربل, ولذلك المفاصل دي بيسموها كاربو ميتاكاربال. بالنسبه للاولاني اسمه فيرست كاربو ميتاكاربال, وله اهميه خاصه واحترام خاص. الكاربو ميتاكاربال الاولاني بالذات. الباقيين كاربو متكاربل بس اسمه السكند كاربو متكاربل, سيرد كاربو متكاربل, فورس كاربو متكاربل, الفيفث كاربو متكاربل. كل دول لا يعنوني كثيرا. اللي يعنيني قوي الاولاني ده شكله يقترب من شكل هذا المفصل بولند سوكت. اشمعنى بتقول لي المعلومه دي؟ لانه مفصل ذو حركه واسعه, الرينج اوف موبيليتي فيه عاليه جدا, اللي هو الصم اللي هو ده. الحركات اللي بتتم عنده عند مين بقى؟ عند الصمب ولا عند المفصل اللي هنا اللي انت بتتكلم عليه؟ انا بتكلم عن المفصل. مين المفصل اللي عندي هنا؟ اسمه فيرست يتقال كده فيرست كاربو ميتاكاربال. اللي بين مين ومين؟ اللي بين العظمتين دول اللي هي كانت ترابيزيوم والترابيزويد والفيرست ميتاكاربال. هذا المفصل تتم عنده الحركات التاليه, وليست الحركات اللي هنشوفها دلوقتي لا بتتم هنا ولا هنا. بتتم في بداية راحة اليد هنا بعد المفصل اللي احنا بنسميه كاربو ميتاكارب. هذا الكاربو ميتاكاربل الحركة اللي بتتم عنده الآتي:
فليكشن اكستنشن ابدكشن. والابدكشن انك تعمل زاويه قايمه مع راحه يدك. ابدكشن يعني تجيبه كده ترجعه تاني على راحه يدك. ابدكشن فليكشن يتحرك على راحه اليد. فليكشن اكستنشن ابعد. ابدكشن قرب. ابدكشن لم الحركات على بعضها. سيركمدكشن بقى شكل الحركه اللي هنا. فليكشن واكستنشن وابدكشن وابدكشن وسيركمدكشن. ولذلك بقول ان المفصل ده او الصنب طبعا كله على بعضه عند بتره او عند الاصابه في العمل، العامل ده بياخد اكتر من 80% نسبه عجز غير باقي الفينجرز. ممكن ياخد 20% بس، لان لو ضاع ده صعب جدا ايه؟ يشغل الهاند او يعوض. ولذلك عشان اكمل بقى اعطينا اهميه خاصه لهذا المفصل وعرفنا ايه الحركات اللي بتتم عنده. بعد كده ده السكند ده السيرد ده الفورس اسمهم كاربو ميتاكاربال. الميتاكاربال بون زيها زي اللونج بون، ليها بيس ليها شافت ليها هيد. الهيد يتمفصل مع اول عقل الفالنجيس اسمه ميتاكاربو فالنجير. ميتاكاربو فالنجير ميتاكاربو فالنجير اين هي؟ عند النكلز. اسمها النكلز كي سايلنت في الاول نكلز. يبقى المنطقه دي اسمها ايه؟ ميتاكاربو فالنجير. واضح؟ كلهم شكل بعض. بعت ده مع احتراماتي ده لوحده، انما دولت دولت دول ميتا. يعني ده ملوش ميتاكاربو فالنجير اهي. ميتاكاربو فالنجير معاه ولا لا؟ لكن ما بتتمش عندها بقى اللي هي الفليكشن والاكستنشن ولا بتاع. لا ده بتتم تحت. فهمتوها ولا لسه؟ بالنسبة لهذه المفاصل اللي احنا بنسميها ميتاكاربو فالنجيال مهمة جدا عشان شغل النهاردة في عضلات اسمها انتروسياي ولامبرجنز. في مفاصل ما بين العقل وبعضها، كل طبعا فينجر انتوا عارفين فيه كام عقلة فيه؟ فيرست اللي هي البروكسيمال فالنكس، ميدل فالنكس، ديستال فالنكس، واللي بينهم ده اسمها انتر فالنجيال جوينت. أما المفصل ده ميتاكاربو فالنجيال. واضح ولا مش واضح؟ ده السكيلتون بتاع الهاند ببساطة، ودي أنواع المفاصل اللي موجودة فيه اللي أنا اتكلمت عليها. لا تعنيني كثيرا برضو النهارده، يهمني النهارده زي ما قلت في أول أوبجيكتيفز عندي إن أنا أتكلم على إيش؟ ماسل. مين الماسلز دي؟ وإحنا بنحطها تحت اسم إيش؟ انترنسك ماسلز أوف ذا هاند. الماسل الصغيرة اللي موجودة في الهاند. اتحطوا تحت المجموعات الآتية. يمكن دولت هتبقى بتاعت الصنب كبيرة شوية. واضحة قوي اسمها سينر ماسلز. اسمها ايه؟ سينر. هنشوف دلوقتي في مجموعة تانية للإصبع الليتل فينجر بيسموها هايبوسينر ماسلز. السينر ماسلز هي اللي موجودة تحت هذا الإليفيشن اللي هي مجموعة العضلات دي، كلنا ممكن نعمل لها بالبيشن اهي. وممكن نحس برضه كتلة اللحم اللي هنا بس أصغر شوية اسمها هايبوسينر. لما أشيل السكن اللي هنا ألاقي تحت السكن مباشرة هنا تو ماسلز جنب بعض، تحت المنطقة دي مباشرة. الاثنين دول اللون الاحمر ده والازرق اللي جنبه، اللون الاخضر تحت الاثنين بس في جزء ظاهر منها. الاثنين اللي بيبقوا ظاهرين على السوبرفيشال او على السطح عضله بتسوي له فليكشن فليكشن فليكشن. في عضله كانت بتعمل فليكشن للصباع ده قبل كده خدناها في فليكسر بس كان اسمها فليكسور بولشس لونجس. ولذلك لما اعمل عضله هنا مش انا اللي بعملها طبعا، لكن لو في عضله هنا وهسميها فليكسور وبولشس يبقى لازم اختار لها اسم تاني يبقى غير اللونجس. يبقى لازم تبقى فليكسور بولشس بريفس. يبقى في عندي عضله هنا اسمها فليكسور بولشس بريفس بتساوي فليكشن. ايوه انت ليك ليك تندون طويل جاي من هنا باسمك اسمه فليكسور بولشس لونجس مش كده ولا لا؟ بيروح لاخر عقله لونجس لونجس انما ده قصير بيروح لاول عقله بريفس. في جنبه عضله تاني ابدكتور بولشس ابدكتور بولشس ابدكتور بولشس. ده في عضله كانت موجوده في الباك هنا من عضلات المجموعه الخلفيه كانت رايحه له مخصوص عشان تخليه يسوي ابدكشن. لا مش انت لوحدك، ده في عضله زي كمان اسمها بريفس يبقى اسمها ابدكتور بولشس بريفس. يبقى الاثنين ليش هنا حاطط لك كلمه بريفس؟ لان في هنا لونجس وفي هنا لونجس جايين من الفور ارم، واحده من الفرنت وواحده من الباك.
ولذلك بلاقي هنا عضلتين جنب بعض لما شرحهم واقطع فيهم واعمل لهم ريفليكشن اطلعهم لفوق هلاقي عضله تحتيهم واخده المساحه مساحه كامله تحتيهم مساحه كامله بس ظاهر منها جزء الجزء الاخضر ده موجود فين باقي تحت العضله تحت الاثنين دول اسمها اوبوننس بولشز اوبوننس بولشز اوبوننس ما اول مره اسمع الاسم ده يبقى له لونجس ولا بريفس وكلمه اوبوننس هي عضله اقرب الى التسبيح يعني تمسك الصم مع انك فارد كل الجوينتس بتاعته مفروض اهو مفروض مش تانيين اهو مفروض واشيله كله 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 يقابل اخواته يقابل اخواته يقابل اخواته يقابل اخواته اوبوننس اوبوزيشن ليه بالبلدي يسبح بيه والقرد ما بيسبحش مو تسبيحه لكن ما بيسبحش بايده مش كده ولا انا غلطان عمرك شفت قرد بيعمل كده طبعا انا بجيبها من ناحيه ايه من ناحيه الموز لو شفت قرد بيقشر موزه وبني ادم بيقشر موزه تقول سبحان الله القرد ياخدها على صدره ياخد الموزاي على صدره ويقوم يسوي بالاصبع ده ما عندوش اوبوننت ما عندوش عنده عضله قويه جدا بتسوي له ابدكشن اسمها ابدكتور بولشز اسمها ايش فيحرك اصبعه الكبير على الموزاي على الموزاي كده شوف ماسكها ازاي ويقوم جايب الناحيه الثانيه او مش بيعمل كده ابن ادم لما يقشر موزايه بيقشرها كده صح لان البن ادم عنده اوبوننس القرد ما عندوش اوبوننس عنده ادكتور قويه اللي بتخليه يتمكن من اغصان الشجره وبيطلع عليها عندنا الادكتور دي عضله صغننه ما اقدرش ايه اتنطط على الشجر مفهوم كلامي ولا لا عضلات اللي عندي دلوقتي بقى ثلاث عضلات في عضله فيهم بعد ما اشيل دي ودي ودي الثلاث اخش في العمق اخش في العمق هتخش عند السكيلت انت كده اخدت خلاص انت بالبلد كده شلت كل الماسلز ده الاصبع الصغير اللي الكبير اهو الصم بعد ما اشيل الثلاث عضلات حقه الاقي عضله طالعه له من الميتاكاربال 2 و3 جايين من هنا ورايحين له بتسوي له كده يعني تقربه كده كده تجيبه كده اللي هو الابدكشن تجيبه كده يعني ابدكشن مش اوبوننتس معايا ولا لا؟ ابدكشن ابدكشن انا اول مره اسمع كلمه ابدكتور للاصبع ده سمعت له ابدكتور قبل كده طويله النهارده قصيره ابدكتور بولشز لونجس ابدكتور بولشز بريف لكن ما سمعتلوش ابدكتور قبل كده سمعت له قبل كده ابدكتور عضلات طويله كان اسمها ابدكتور ولذلك هي عضله واحده تحت دول كلهم بتسوي له ابدكشن ولذلك يبقى احنا عندي مجموعه العضلات اللي مسويه الفليشي ماس اللي هنا دي اربعه ماسلز اثنين على السطح تحت الجلد على طول فليكسور بولشز بريفس ابدكتور بولشز بريفس اوبوننس بولشز تحتيهم كلهم ابدكتور بولشز دكتور هي دي اللي بين الثامب والفيرست فرنجز موجوده بينهم ليه يعني واحده اللي هي تعتبر هنا صح؟ انا اللي هي الدكتور؟ الدكتور ده في الدبس خالص هوريها لك في قطاع الوقت مش هتشوفها الوقت انا بقول لك عيش معايا في الخيال بص عندك انا هشيل دي وهشيل دي هتظهر تحتهم مين؟ هشيل دي وهاجي جنبهم الميتاكاربال 3 و2 دي الاقي عضله تحت كل دول كل الفليش اللي انت شايفه ده همشيله اوصل للسكيل معايا ولا لا؟ الاقي عضله طالعه زي المثلث بالظبط كده 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 راس المثلث هنا عند الصامة وقاعدته عند الميتاكاربال 2 و3 واضح ولا مش واضح؟ دي مجموعة العضلات اللي اسمها ايش يا جماعة؟ مجموعة العضلات الصغيرة اللي في الجانب الآخر لليتل فينجر زيها زي دي بالظبط، ألاقي فيه شايفين التوماسل زون؟ أدي واحدة وأدي واحدة جنب بعض. معايا ولا لا؟ الاثنين دول زي دول بالظبط. فليكسور وأبدكتور. أبدكتور بالنسبة لده مش زي ده تعمل له كده، لا بتعمل له كده. أبدكشن في الهاند.
وشرحت لنا الابدكشن هنا ان تسوي زاويه قائمه مع راحه اليد ثم تضمها وهكذا. امال الابدكشن في ده ازاي بالنسبه للميدل فينجر؟ اقطع ده بقى وانساه، انسوه بقى. هنلعب على الاربع اصابع دول، هنحط ميد لاين هنا يمر خلال الميدل فينجر، نسوي ابدكشن. الصباعين دول الاثنين فينجر دول عشان تسوي لهم ابدكشن ابعدهم ميديالي، ميديالي جنب الميد لاين. ايوه بس انتوا كده فاكرين انها حالات رد. لا هي كده ميديا معانا. لا يبقى الابدكشن للصباع الرابع والخامس اتجاههم ميديالي ولا لاترالي؟ ميديالي. وده عايز ابدكشن تبعده عن الميد لاين. لا ده محتاج ابدكشن. لا بالنسبة. اتنين محتاجه واحده توديه مور ميديال واحده تجيبه مور لاترال، لكن مش هيحتاج ابدكشن يا رباح. واضح؟ مش هيحتاج ابدكشن. ليه؟ لانه هو في الميد لاين محتاج اتنين، واحده تعمل له ابدكشن كده واحده تعمل له ابدكشن كده. معايا ولا لا؟ هما مين بقى اللي بيعملوا ابدكشن؟ مش الوقت. لكن جبت سيرتهم ليه؟ عشان اقول ان انا عندي هنا عضلتين، واحده بتساوي فليكشن، دي مفهوم. واحده كمان جنبها، واحده يقول لي فليكشن، فليكشن ايه يا دكتور؟ ده انا عندي اربعه تندونز جايين من الفور ارم. اربعه؟ ده انا عندي ثمانيه. اربعه اسمهم فليكسور ديجيتورم سوبر فيشياليس، وتحتيهم اربعه اسمهم فليكسور ديجيتورم بروفاندس رايحين للفنجر عشان ايوه. من الاربعه فنجر اللي هم رايحين لهم الثمانيه دول، نمره اربعه رايح للليتل. اذا الليتل بيحصل له قبل كده فليكشن ولا بيحصلوش؟ في عضلات بتسوي له فليكشن ولا لا؟ ايوه. اللي هم مين؟ اللي هم واحد من الاربعه حق السوبرفيشاليس، واحد من الاربعه حق البروفاندس. معايا ولا لا؟ ولكن ربك صمم له واحد ثالث لخاص له يسوي له فليكشن. ولذلك انا ساعات بسؤال خبيث اقول لك الفينجر ده كم عضله بتسوي له فليكشن؟ ثلاثه. يبقوا ثلاثه سوبرفيشال، جزء من الكل وجزء من الكل وواحد الكل. جزء من الكل واحد من الاربعه بتوع السوبرفيشاليس، والتاني جزء من الكل واحد من البروفاندس، وكل الكل اللي هو اخر واحد اللي هو فليكسور باسمه بقى مينيمي ديجيت صغير. ولذلك العضلتين دول اللي انتوا شايفينهم زي دول بنفس الاسماء، بس دول كان اسمهم بوليشس، لكن دول هيبقى اسمهم ايه؟ فليكسور ديجيتاي مينيماي ابدكتور. وليه انت قلت على دي الابدكتور اللي هي الخارجيه خالص؟ عشان هي اللي بتودي بعيد. يبقى الاثنين اللي جنب بعض دول فليكسور ديجيتاي مينيماي اهي، وابدكتور ديجيتاي مينيمال. لو الاثنين دول شلتهم هتلاقي تحتهم واحده لونها خضراء زي دي كده، اخضره كده في الحته دي، اوبوننس ديجيتاي مينيمال. ليه؟ الاصبع ده كان له اوبوننس ولا لا؟ اللي كانت بتحركه على استقامته حتى يقابل باقي اخواته. الاصبع الخامس هذا اللي هو الليتل فينجر بعيد عنه شويه، فعشان اقربه شويه هو هيروح نص المسافه او ثلاث ارباع المسافه، خلي الربع عليك يبقى يتعمل له هي عضله. انما بالنسبه للثلاثه دول قريبين شويه للميد لاين، مش محتاجين الاصبع ده بيروح عليهم سهل سهل، انما ده بعيد شويه. تخيلوا ده لو ملوش اوبوننس ده كان هياخد الرحله دي كلها، عشان انا بحاول اجيب ده الوقت مش عايز اجيبه، قصة طويلة. واضح ولا لا؟ انما لما اعمل له هو كمان اوبوننس لان هو بعيد. واضح ولا مش واضح؟ واضح. عرفت تعملها؟ ايوه. يبقى الماسلز اللي موجودة في الهاند عندي دلوقتي حتى الحين، مجموعة العضلات دي اللي احنا سميناها سينور ماسل، ثم مجموعة العضلات التانية اللي احنا بنسميها ايه؟ هايبو سينور ماسل. ايه اللي حصل؟ علم. مين اللي علم؟ طب وتشيلها ازاي دي؟ ما مات سكر. انا سكر ده على ما تشوف القصه دي. شوف وجهك دكتور يا حبيبي. يا حبيبي كفايه. طب ده يسوي فيها ايه؟ ما احنا لازم عشان نخلص. لا يا دكتور افضل شوي وانت شد الريموت. هذا؟ ايه. والله صحيح. فريز. لا لا لا. في فريز. واخر فوز بقى. بسم الله ما شاء الله عليكم. فريزو والكلام الكبير ده. ايوه ايوه. هنعمل لي خمسه بقى.
خش كمان خش كمان خش ايوه تعالى لي بس هذه العضلات الصغيره وعضله الفينجر ولو بصيتوا هنا هتلاقوا في عضله هنا اسمها بالماريس بريفيس كان فين انسوها ارموها مش عايزها دي اكنها مش موجوده في الصور لكن شايفين التو ماسلز اللي جنب بعض دول شايفينهم ولا لا هذه اسمها فليكسور ديجيتاي مينيماي ابداكتور ديجيتاي مينيماي تحت الاثنين دول مع بعضهم عضله في المكان ده اسمها اوفونس الثلاثه دول اسمهم ايه هايبوسينر ماسل فليكسور ديجيتاي مينيماي ابداكتور ديجيتاي مينيماي اوبوننس ديجيتاي مينيماي مفيش ابداكتور ديجيتاي مينيماي ليه مش الاصبع الكبير كان له ابداكتور ده كان له ابداكتور لانه هو مضبوط اصلا هذا بالحال هذا مضبوط ده مالوش ابداكتور ليه لانه قريب مال اربعه لو اذا راح ايش ارجع له ابداكتور لكن ما اسمهاش ابداكتور ديجيتاي مينيماي له له هنشوفها الوقت في عضله هتسوي له ابداكشن بس مش معاه مش تبع دول يبقى السينر كام عضله السينر لا 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 اربعه يا الهي 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 دول كام دول اربعه يبقى ليه 3 الهايبوسينر كام عضله بقى اهي نفس الاسماء اللي حطيتها في البولشس نفسهم بس مفيش هنا مين وشلت كلمه بولشس وحطيت مين حفظتهم ولا لسه؟ سهلين، كم عضلة الوقت احنا قلناهم؟ سبعة، برافو عليكم. هناك عضلات ضمن الانترنسك ماسل بس دي بقى والله العظيم انترنسك انترنسك صغيرة هتخش على السكيلتون بقى ده انا دخلت ده انت شلت كده العظم هنا اللحم هنا شلته كلته والحين اكلته خلاص دخلت على السكيلتون اول ما خشيت على السكيلتون لقيتها مكسية عظام وكسونا العظام لحمة اول ما ابص عليها كده الاقي حاجة غريبة جدا دي الهاند ده الصنب على فكره يا شباب دي الهاند بتبقى قدامها بالمنظر ده البلم وده الدورس لما ابص لها من ناحيه البلم الاقي فيه عضلات بين الميتاكاربال ولما ابص لها من الخلف الاقي بينهما او عليهم الله غريب قوي عضلات لها علاقه بالميتاكاربال عددهم 8 الصورة دي هتوضح لكم فيها 7 بس العضلات دي مش دي ميتاكاربل ودي ميتاكاربل ودي ميتاكاربل ودي ميتاكاربل شوف لا الميتاكاربل الاولاني انسوه خلصناها لا خد حقه لونج وشورت فاللي جاي بقى ما انسوه مني خالص هتبصوا تلاقوا من الميتاكاربل يخرج فليش فايبر لحمه هتروح فين هقول لكم حالا لما اقلب الهاند بدل ما كانت بل بقت الدرسة من الخلف الاقي الميتاكاربل ما بينهما بتطلع عضلات يعني العضلات اللي انتوا شايفينها دي دورسل غير دول دورسل عددهم 4 دول 3 بل اسمهم كلهم ما بين الميتاكاربل ما بين البون ما بون 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 اوسيس انتر اوسياي الواحد اسمها انتر اوسياس فالعضلات اللي ما بين الميتاكاربل دول اسمهم ايه؟ انتر اوسياس ماسلز مجموعهم انتر اوسياي ماسلز عددهم 8 ولكن انا في الصور دي 7 واللي تعرفوهم 7 3 بالمر و4 درس من غير اسامي اسمهم كده 3 بالمر و4 ايه؟ البالمر يسووا ابدكشن لمين؟ انسى دول يسووا ابدكشن للاربعه دول الابدكشن كيف؟ يقربوا بعض على الميد نايت دومين طيب ده البلمر ولا الدورسال؟ البلمر ولا الدورسال؟ ده محتاج شيء يسوي له ابدكشن؟ لا خد وكلف ده محتاج ابدكشن؟ يقرب للميد نايت الميد نايت بتاعنا اهو ده محتاج ابدكشن؟ ده في الميد لاين ده محتاج ابدكشن؟ نعم ده محتاج ابدكشن؟ نعم حضرة المرعب للكلية كلها ودخل ليه اصلا؟ انا كان عليك ابدكشن ايوه خلصنا الديجيتال
طيب بصوا كده معايا بقى، انت محتاج تسوي ده ابدكشن ناحيه الميد لاين، ومساحه محتاج تسوي ده ولده من الميتا كربلات اوف سكند اوف فورس اوف فيفس من الميتا كربلات بتاعتهم. تطلع البلبر انت بالسيارة من الميتا كربل اللي عليها هتشتغل. يعني ايه؟ يعني الانتروسيا الاولانيه دي هتطلع من الميتاكاربل 2 اللي عليها هتشتغل، هتشتغل على الميتاكاربل 2 هتقربها. دول البلمرات، يبقى البلمرات بيطلعوا منين؟ من الميتاكاربل اللي عليها هتشتغل. اما الدورسال انتروسيا ما بين ما بين الميتاكاربل اللي عليهم هتشتغل. مفهوم كلامي ولا لا؟ شويه ببساطه. انا عندي هنا كام انتروسيا بالمر؟ فيرست للصباع مين؟ الاندكس، صح ولا لا؟ سكند للفورس، سكند للفورس، سيرد للفيفس، مش كده؟ طيب اذا كانت دي بتطلع من البالم ازاي بتسوي ابدكشن؟ ايه اللخبطه دي؟ ده طالعه من هنا، طالعه من الميتاكاربل اهي. انا اتكلم على واحده وطبق التانيين بقى، مفيش ميتاكاربل دي ثلاثه مش طالع منها حاجه. فاهمين معايا ولا مش معايا؟ الميتاك الاولانيه البالمر الاولانيه السكن اللي طالعه من السكن عايزه تقرب لده، خلي بالكم بتعمل ايه؟ طلعت من هنا، شايفين بتعمل تندون يبقى رفيع ازاي؟ بس بيعمل ايه بقى؟ بصوا ايدي كده كويس، التندون ده هيطلع كده عايز يلف للخلف، اما عليه انه يلف من الناحيه دي او الناحيه دي. العقل بيقول تلف كده ولا كده عشان لما تشتغل تقرب كده، يبقى هيلف ميديال. طب هاتوا لي دي ودي، يلف ميديال ولا يلف لاترالي؟ لاترالي. ده الميديال على الصباع الصغير ميديال. لاترالي. ده ميديال. من غير ما نقلبه. أول ما تشوف ده يبقى ده ميديال على طول. إذا الانتروسياي البلم صحيح في الأمام ولكنهم بيلفوا للخلف، واحدة بتلف لاترال واثنين بيلفوا ميديال. بغض النظر لفت. خلص يا دكتور. الكلام ده ما يهمنيش. راحت في الخلف. هتعمل اكستنشن في أول عقلة. البروكسيمال. الله هتعمل انسيشن هنا. انتوا خدتوا عضلات هنا كان اسمها اكستنسورز. فاكرين انها كانت بتعمل انسيشن فين؟ كانت هنا وهنا الاكستنسور ديجيتورم. كانت بتعمل انسيشن هنا في الباك اوف ذا فيرست فالنكس. وبيطلع منها حاجه اسمها اكستنسور اكسبانشن. بسم الله ما شاء الله. ما علينا. اللي يجي يعمل انسيشن في هذا المكان بيعمل الحركه الاتيه. اللي يجي وانسرتت فين؟ هنا. هنا اسمها ايه؟ باك. اسمها ده الباك، مش اسمه الباك اوف فيرست فالنكس، مش ده الباك اوف فيرست فالنكس ولا ما اسموش كده؟ اللي هيجي هنا بيعمل كده. اللفه دي بتخليه يعمل ايه في الفينجر؟ فليكشن. فليكشن الانتر اوسياي بتعمل فليكشن. بتساعد فيه، مش بتلف كده وهي بتلف كده بتعمله كده. وعلى حسب اتجاه، اما انها تجيبه ميديال او لاترا، احنا قلنا الحكايه دي. لكن في اللفه بتاعتها بتعمل كده. خلوا لي على اول واحده مثلا لفت كده، مش احنا قلنا كده ولا كده؟ لا لا كده ولا كده؟ لا ميديال ولا لاترا عشان تعمل لها ابدكشن؟ لا ميديال. تيجي كده فتعمل ايه عشان تعمل كونتراكشن؟ هتشد ده كده وتجيبه كده. طب راحت للخلف، اللي يجي للخلف يشد على العقلتين الباقيين يخلي الفينجر مفرود، يعني يحط اليد في الوضع ده. اللي يشتغل هنا، اللي يشتغل هنا يتني ده ويفرد دول. ده اللي هو مين؟ ميتا كاربو فالنجية. ودول اللي هم مين؟ انتر فالنجية. يبقى الانتر اوسياي البلمر الثلاثه صحيح بيعملوا ادكشن، خلاص اتفقنا. لكن هم بيعملوا ادكشن بيعملوا ايه في الفينجر؟ فليكشن في الميتا كاربو فالنجيال واكستنشن مفرودين هم انتر فالنجيال رايتنج بوزيشن. مش ده وضع الكتابه؟ مالكش دعوه ده؟ ده بيساعدهم بالاوبوننتس ماشي، لكن دول عشان تعمل كتابه مش لازم تعمل كده ولا ما تعملش كده؟ صح ولا لا؟ طيب ارجعوا لي بقى تاني، أنا عندي كام واحدة اسمها دورسال انتر اوسياي؟ أربعة. نقلب الهند. ده محتاج وعضلة. على فكرة الدورسال انتر اوسياي أنا آسف بتسوي إيش؟ أبتكشن.
بتسوي ايش العضلات دي؟ البالمر ابدكشن لون احمر فوق اهو، والدورسال ابدكشن. طيب نكمل كلام. اذا بصيت على الوضع ده الصم محتاج عضل تعمل له ابدكشن، ليه ده اثنين لونجس وبريفس اقطع، ده محتاج عضل تعمل له ابدكشن، عنده عضله في الهايبوسينر اسمها ابدكتور ديجيتاي مينيما اقطع، ده محتاجين عضلات تعمل لهم ابدكشن، ده محتاج واحده تبعده عن الميد لاين، وده محتاج واحده تبعده عن الميد لاين، وده محتاج اثنين، واحده تجيبه كده وواحده تجيبه كده، مش كده برضه؟ مش كده؟ ولذلك اللي انت بص ليها هتلاقوهم كده. انا عندي 5 ميتا كاربل بينهما 4 دورسال انتر اس اي اي، الاولانيه تروح للاندكس، 2 و3 للميدل، واحده تجيبه كده واحده تجيبه كده، الاخيره بتروح لهذا الاصبع اللي هو الريم تجيبه بعيد عن الميد لاين. ولذلك الدورسال انتر اس اي اي بيسوي ابدكشن، اما البالمر انتر اس اي اي بيسوي ايش؟ ابدكشن. مع الابدكشن والابدكشن هيلب ان رايتنج بوزيشن، اللي هو ايه الرايتنج بوزيشن؟ فليكشن اوف ميتا كاربو فالانجيال وفليكشن اوف انتر فالانجيال، فليكشن اند اكستنشن اوف انتر فالانجيال. واضح؟ انترنسك ماسل اوف ذا هاند سمرايزيشن فيسينا فيسينا انتر اس اي اي ولامبركز. ايه بقى هم اللامبركز؟ انا هندي هنا كانت داخل فيها كام تندون طويل؟ 8 انتيريور. عندي كام تندون طويل داخل الهاند؟ 6 5 4 3 2 1. كم تندون داخل الهند؟ 11 9 4 تندون حق السوبرفيشاليس، مش كده؟ ولو رفعتهم هتلاقي تحتهم 4 تندون تانيين حق البروفاندس، وواحد طويل اسمه فلكسور بولشس لونجس، ده صح؟ يبقى كم تندون؟ 9 وداخلين من هذا المكان، داخلين من حاجه هنا تحت الكربل بون اسمه كربل تانل، في نفق هنا، في نفق هنا هقول لكم الوقت حالا. المهم عندنا 4 سوبر فيشالز مش كده، وتحتهم 4 زي صوابع كده الوقت، فهم كلام ولا لا؟ اعمل معايا ده، داخلين الهاند هنا كام تندون؟ 4 ايه داخل تحتهم 4 مين؟ 4 تندون. هنقطع الاربعة سوبر فيشالز دول ونرميهم في الزباله، يتفضل عندي مين؟ أربعة. أربعة إيه؟ من الجناب، من الأجانب، من جوانبهم، من السايز. أهي ده التندون، على فكرة هتحس إن هنا في حاجة مقطوعة، هنا في تندون مقطوعة، ده تبع السوبرفيشاليس. التندون اللي تحت دول مين؟ البروفاندس، الأربعة بتوع البروفاندس. من السايز أوف بروفاندس، من السايز، وده مثال لماسلز طالعة من تندون. ده إكزامبل لماسلز. انتوا عارفين ان الماسل الاوريجن بتاعها بون انسيرشن بون بون بون، لا في واحده بتطلع من مصر. من ماسل لماسل، وفي واحده تطلع من تندون لبون، ومن ماسل لبون، ده مثال لمين؟ لماسلز طالعه من تندون وراح البون، اللي هم اللامبركز. عندي كام عندي كام تندون الاصلي بقى؟ اربعه. فيرست للاندكس، سكند للميدل، سير للرينج، فورس مش الاربعة تندون؟ من الاربعة دول من السايدز، فيرست لامبريك، سكند لامبريك اللي هو اللون الاحمر ده، سيرد لامبريك، فورس لامبريك، بيطلعوا كده. مش انا عندي اربعة تندون؟ انا عندي اربعة لامبريك لامبريك. الاربعة لامبريك دول بيلفوا على المفاصل زيهم زي مين اللي كانت بتعمل الحركة هذه؟ برافو عليكم، بتلف على الميتا كاربو فالنجية وتعمل اكستنشن هنا في الباك اوف ذا بروكسيمال فالانجيز، واللي يجي هنا يعمل ايش؟ يعمل فليكشن في الكاربو ميتاكاربال ويكس. مش احنا قلنا الكلام ده؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ يبقى كم نوع من العضلات بيسووا رايتنج بوزيشن؟ نوعين من العضلات، لامبركلز والانتر اوسياي. اللي هو ايه الوضع بتاع الرايتنج بوزيشن تاني؟ كده اللي هو ايه؟ فليكشن في الميتاكاربو فالنجيال واكستنشن في الانتر فالنجيال. مين اللي بيسوي الوضع ده؟ العضلات اللي كانت في البال ولفت عشان تروح للباك لاول عقل. اللامبركل والانتر اوسياي هم اللي سووا الحركه هذه. ما في غير.
كم عضلة هم بقى؟ 4 لامبريكن و7 انتروسيال. واضح ولا مش واضح؟ يبقى انا عندي كام عضلة اسمها انترنسك ماسل، وايش هو النيرف سبلاي حقهم؟ هنخش على الانترنسك ماسل ذهان الماسلز. النيرف سبلاي مجموعة الليتل فينجر اللي احنا سميناها الهايبوسينا دي مراجعة، اللي هم مين؟ اول ديجيتاي مينيماي، هم فليكسور ديجيتاي مينيماي، ادابتور ديجيتاي مينيماي، اوبوننس ديجيتاي مينيماي، كلهم النيرف سبلاي بتاعهم الانر نيرف، لان احنا هنا في الداخل المنطقة الداخلية ده حق الانر نيرف. مين المجموعة الثانية؟ الانترنسك اوف ذا سامب سينا، والسينا كانوا كام عضلة؟ اللي هم مين؟ ادابتور بوليشيس بريفيس، فليكسور بوليشيس بريفيس، اوبوننس بوليشيس، ادابتور بوليشيس. النيرف سبلاي بتوع التلاتة دول ميديان، اخر واحدة بالرغم انها بولشس وانها الناحية اللاتر اللاتر وانها صام وانها اقرب للعقل انها تبقى تبع الميديان الى انها تبع الالنر. ودي بتتحط في سؤال ام سي كيو عشان تتخلط ما بينها وبين الميديان، واللي يجاوب يجاوب ميديان لكنها مش ميديان، هي مين؟ زيها زي بالرغم انها بتشتغل. يعني احنا متفقين ان كل الماسلز اللي شغال على الليتل ام، المفروض ان كل الماسل اللي شغال على الصام ميديان، الا العضله اللي هي كان وضعها فين لو تفتكروا في اول كلامي اللي كانت سوبرفيشال ولا في العمق جدا، كانوا فاكرين لما قلت ثلاث عضلات هي كمان تحتيهم اللي هي كانت بتسوي ابداكشن مش اوبوننس اللي هو كان كده. ها معايا ولا لا؟ العضلات دي كلها بتاخد من الميديان اكسبت الاوبوننس، انا اسف الادابتور بتاخد من الارم. مين الأزر انترنسك ماسلز اللي موجودة في الهاند عندنا؟ 7 انتروسيا هم 8 بالمر ودورسا اللي عددهم 8 بس انا قلت لكم كام؟ 7 موجودة اللي هم مين؟ 3 بالمر و4 دورسا. الثلاثة بالمر بيسوي ايش؟ ابدكشن ابدكشن، والاربعة الدورسا بيسوي ايه؟ ده غير الاكشن بتاع الرايتنج بوزيشن، انا بتكلم على ابدكشن وابدكشن. وعشان ما تتلخبطش عشان ما تتلخبطش بتدعي ربك كده ولا بتدعي كده؟ يبقى دول انت بتبص في البالمر دول بيعملوا ابدكشن اهو، عشان ما تلخبطش تقول يا رب هم مين اللي كان بيعمل ابدكشن ولا ابدكشن، كانت مين؟ كانت مين فيهم اللي كان بيعمل ابدكشن؟ مش ممكن واحد يمكن ها؟ ادعي ربك قول يا رب يسرها معايا الله ابدكشن. لو قلت يا رب اللي بيعمل ابدكشن ها؟ ها؟ على طول انت محتاس انت تقول يا رب كده يا رب. انت بتيجي اللي قدامك بتكيله في وشه كده صح ولا لا؟ تضربه عشان تملى يدك ويروح بس هو تعمل كده يدفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه الصمت بقى. ابو دكتور بوليش سلونجاس فليكسور بوليش سلونجاس احنا قلناهم دولت مين الانت... مين الازر انترنسك ماسل الدورسال انتراسال بالمر والدورسال وكلهم النيرف سبلاي بتاعهم مين؟ وهناخد بعدهم كمان كام لامبريكل. اللامبريكل كان عددهم 4 ميديان والنر، هم عددهم كام؟ 4 بحق ربنا 4. الاثنين اللاترال ميديان والاثنين الميديان لا بتاع ربنا حق ربنا بالعاده في القسطاس. جمله حلوه all muscle of the hand supplied by ahnar nerve except مين؟ السينر. مين اللي هم السينر؟ مين مقصود بالسينر؟ المفروض اكتب هنا ثلاثة اللي مراسين بس هشوف كده هتعرفوه ولا لا. سينر اللي هم مقصود بالسينر هم الثلاثة بس ناقصاهم واحدة داخلة فيهم واحدة غلط هنا واحدة غلط داخلة هنا فهمني ولا لا؟ لا حدش يجي يقول لي يا دكتور ده انت كاتب كل السينر اهو والسينر كلهم فيهم واحد اسمها ابدكتور والابدكتور زيهم يبقى ده ابدكتور. لا هحط هنا الاكسبت السينر لان السينر بياخده منين؟ من الميديان كلهم؟ لا الا الابدكتور الابدكتور والفيرست والسكند مين؟ لامبر ورحت ولا لا؟ يبقى كل الماسلز هاند سبلايد باي كل الماسلز بتاعت الهاند اكسبت السينر. بس عشان تفصل كلمة سينر طلع منها تلات عضلات بس ما تحطش الرابعة معاهم. معايا ولا لا؟ أما الكوتينيوس انرفيشن وهو السنسيشن اوف ذا هاند بنقسمه ده لسه بدري أنت بتتمطع بدري بدري بدري. السنسيشن اوف ذا هاند عشان أشوف المناطق وأجيب وأعمل اكزامينيشن للسنسيشن
مين النيرف في هذا المكان ومين النيرف اللي هنا ومين النيرف اللي هنا؟ ميديان النر ميديان. برافو عليك. جالكسي سبتنا طبعا. برافو عليك. أحط خط يمر خلال الرينج فينجر. هذا الخط هياخد صباع ونصف اللي هو الليتل ونص الرينج. كل واحد على نفسه يعمل كده الوقت يمشي معايا كده. وعلى طول معاه قلم في يده ويعمل خط هنا. كله يعمل خط على يده. كله. بس لو بعد كده. يلا يا ولد اهو. كده وكده. بصوا كده معايا بقى. اهو. يبقى انت قسمت يدك كيف؟ كيف قسمت يدك؟ نص. من البال ومن الضرس. اهو. من البال. صباع ونص. وثلاث اصابع ونصف. غير الاليفيشن اللي في المنطقة دي. ده في الامام. في الخلف برضو اصبع ونص وثلاث اصابع ونص. اما راحت يدي بقسمها تلتين وتلت. وفي الخلف تلتين وتلت. وضحت لغاية دلوقتي؟ ما انت لو عملت خط كده قسمت يدك الى ثلاث اصابع ونصف واصبع ونصف امام وخلف. وراحت يدك اتقسمت الى تلتين وتلت امامي وتلتين وتلت خلفي. بالنسبة للأمام كل التلت ده الميديال وان سيد اوف ذا بال فرونت وباك مع الليتل والرينج فينجر فرونت وباك النار كله. يعني تمسك المسافة هذه وتظللها كلها النار أمام وخلف. واضح؟ يتبقى عندي بقى أمام وخلف التلتين والتلت صوابع ونص. بالنسبة للمنطقة الأمامية التلتين من البال تلتين البال ناقصين مع 3 اند هاف فينجر امام مع الباك مع الباك بتاعتهم. يعني بصوا كده معايا انا هاخد راحه يدي من هنا التلتين اللي كانوا ناقصين واخد الثلاث اصابع ونص وعدي على الخلف كمان واخد الباك اوف اول والثاني فالكس. كل دول من مين؟ ميديان. يتبقى مين في الرحله دي كلها؟ اول فالكس في الثلاث اصابع ونص. ده باختصار غير الصورة اهو. مش كده ولا لا؟ مش انا عملت كده ووصلت لغاية هنا. يتبقى مين في يدي كده بقى؟ الباك الجلد اللي على اول عقل والتلتين وفي درسل التلتين اللاترال دول رجل. واضح؟ يبقى مين اصغر نيرف واخد مساحة هنا؟ ده التقسيمة الاكلينيكية اللي هو الاناتوميكا. انما لما تيجي الكلينيكالي بقى في اكزامينيشن هتلاقي انا بقول جزء بسيط جدا في المنطقه دي بياخد من الراديال. يعني وانت بتعمل اكزامينشن للبيشن ليه؟ لان النيرفات دي مش بالقلم والورقه والمسطره بتتعمل كده. النيرفات دي بيحصل لها اوفرلابنج على بعض بتغطي على بعض. معايا؟ الميديان على سبيل المثال ميديان نيرف محترم ياخد المنطقه الاماميه والخلفيه ويكمل ويتداخل مع الراديال. فلما تعمل سنسيشن هنا في بيشنت قدامك تحس ان هو حاسس مع ان الراديال عنده بايظ مثلا. يعني معايا ولا لا؟ بس لسه حاسس الله. وتلاقي جزء بسيط جدا تقول الله الدكتور عبد الرحمن كان بيقول المسافه دي كلها كانت من الراديال والراديال عند الراجل ده بايظ ازاي لسه حاسس؟ لان الميديان مكمل شويه الانر مكمل شويه. انما لما اجي اشرحها اناتومي مين بالظبط الحدود اسال والله عايز ايه؟ انا فاكر بتعمل يدك كده تاني الكوتينيوس انرفيشن يعني السنسيشن اوف ذا هاند ميديال وان سيد اوف ذا بال ميديال وان اند هاف فينجر فرونت تو باك اندر نير لاترال وان سيد اوف ذا بال لاترال 3 اند هاف فرونت تو باك. معايا ولا لا؟ ميديال لاترال 2 سيد اوف ذا دورسام. سيبكم اللي مرسوم ده لاترال 2 سيد اوف ذا دورسام. ولذلك وانتوا قاعدين معايا قلت لك ارسم خط كده وظلل ده كله فرونت وباك وقول عليه الله ماشي باللون الاحمر وظلل يدك هنا باللون الاصفر كده 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 وتاخد اول وتاني عقله كمان معايا وتقول ان اسود بقى تاخد التلت ده بس المنطقه دي ريديال ميديان امر. وضحت ولا ما وضحتش؟ بتهيألي سهله جدا 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 مفيش فرق. نخش على الموضوع سمك بس مهم جدا اسمه الفيشل سبيسز اوف ذا هاند. وايه الكلينيكال امبورتنس اوف ذا فيشل سبيسز اوف ذا هاند؟ الفيشل سبيسز هي مسافات ما بين الفليش فايبرز ما بين اللحم الاحمر اللي موجود ما بين التندونز ما بين التندون والفيزل ما بين الفيزلز والنيرف ما بين النيرف والفيزل ما بين النيرف والفيزلز والماسل مسافات في الهاند.
المسافات دي مناطق اذا حصل اذا حدث انفكشن في هذا المكان هي مناطق لتجمع فلويد لتجمع باثولوجيكال فلويد. لابد من معلومه اعرفها كويس جدا عشان اتعامل معاها سيرجيكال. واضح؟ ايه رايكم لما ناخد قطاع في الهان في المنطقه دي كده بالظبط، قطعت ترانزفيرسلي وانت بتبص كده بتبص على السكشن الواقع خلاص الفينجر اتقطع. فاهميني ولا لا؟ ركزوا معايا في القطاع عشان تفهموا. ده الميتا كاربال بوب الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. مين الفليش فايبر اللي بينهم دي؟ برافو عليكم انتر اوسيار. يبقى احنا هنا في الدرف معايا ولا لا؟ معايا؟ افهموا ده عشان ننطلق. ده السكين اوف ذا دورسم اوف ذا هاند. مين دول؟ فينز. التندنز مين؟ اللي في الخلف الاكستنسورز. الاكستنسور هو ماشي كده احنا خدنا القطع. ايه رايكم في المسافه دي والمسافه دي؟ دو في البالم بتاع السيرفيس ولا في الدورسم؟ مسافه ولا مسافتين؟ مسافتين اهو، دي واحده ودي واحده. معايا ولا لا؟ سب كوتينيوس دورسال سبيس سب تنتينيوس دورسال سبيس. يبقى انا عندي كام سبيس في الخلف؟ سب كوتينيوس. واذا حصل انفكشن في راحه في في في, في الهاند في الباك اوف ذا هاند هيتجمع اما تحت السكين واما تحت التندون فيحصل انفلاميشن وسويلنج. افتح وشيل مش مشكله. ايش اسم المنطقه اللي تحت التندون؟ سب تندينيوس. سب يعني تحت تندينيوس تحت تندون. نيجي هنا في المنطقه البالم اللي هي بقى الخير كله اللحم كله موجود هنا صح؟ ممكن تعمل بالبيشن تحس البونه والتندون على طول. هتلاقوا هنا زي ما قلنا الميتا كاربل. مين دول يا شباب؟ برافو عليك سين. ومين دول؟ ومين دول؟ الله ينور عليك. مين هادي؟ دكتور ريتيكولا. الدكتور ولا الدكتور ولا مندكتور ولا في حاجه. بص كده معايا، اذا كانت اليد عندك مثلا ده اللي هو الهاند قطاع في الهاند المنطقة اللي هي اللي هو راحة يدك هنا فيها كونكتيف تيشو تريانجولار في الشيب اسمها بالمر ابنيوروزيس تحت السكن. احنا بنقول ايه؟ تحت السكن في اي حتة في جسمي سوبرفيشال فاشل فاهم؟ وتحتيه في مين؟ الديب فاشل اللي في راحة يدي شكلها تريانجولار في الشيب واسمها بالمر ابنيوروزيس تريانجولار في الشيب. ايبكس ناحية الريست والبيز ناحية مين؟ الفينجرز. بيجي لها تندون من العضلات اللي انتوا درستوها في الفليكسور اسمها بالماريس تونجس انسرتت فيه وهي تريانجولار في الشيب وطف وان الاستيك سترونج بروتكتيف للهاند تحت السكن على طول. اول ما بشرح السكن بلاقيها هذه البالمر ابريروزس هذا هو قطاع فيها. مش ده سكشن؟ مش ده سكشن ولا لا؟ بيطلع منها سيبتم. هذا السيبتم بيطلع من البالمر ابنيوروزس من الديبس ويروح للميتا كاربال نمبر 3. بتقسم الهاند الى اثنين كومبارتمنتس جنب بعض. واحده سبيس مهمه اسمها ميد بالمر سبيس لونها فايوليت بنفسجي اهو قدامكم ومسافه ثانيه اسمها سينا. المسافات دي بين فليشي ممثلا في ماسلز في تند وهكذا. اول مسافه منهم اسمها ميد بالمر سبيس في وسط راحة يدي في الوسط هنا وجنبها واحدة الناحية دي ناحية الصنب اسمها سين مش سينر باسلز بقى سينر ايه؟ سبيس. بالنسبة للمسافة الأولانية خلوا بالكم من الأناتومي حقها. ده الناحية دي بالمر سيرفس والناحية دي هذا هي بين مين ومين؟ بين مين ومين لما توصفوها لي؟ قبل ما توصفوها لي مين هدول؟ بروفاندس ولونجس دول ثلاثة بس فين الرابعة؟ اهي في سبيس تانية خالص ماشية في سبيس تانية. يبقى ده حق مين اللي هو انتم بتقولوا صح ده سوبرفيشياليس ودول بروفاندس وفي مين؟ وفي اي فينجرز؟ الثلاثة لا الميدل الثلاثة دول اللي هو الميدل والرينج والليدل.
انت مركز معايا فهمني اوعى تكون رحت يمين ولا شمال ارجع لي بسرعه في اسئله كتير قوي السبتم اللي احنا شايفينه ده اسامبلي ثلاثه سوبرفيشاليس لو ثلاثه تندون يعني حق السوبرفيشاليس حق البروفاند يعني سته مع مين الدوائر البيضاء اللي جنبهم دي ريال اللي هيعرف يلا خلينا ريال احمد الله ده انت لو طلعت مني بريال يوه يا هناك يا هناك انت تديني الفايه حاجه تانية ما قصتك انت راجل غني انا راجل على قدي انا مسكين انا مسكين صديق كنت بقول ايه الثلاثه ريال لا ريال يا مين دول يا شباب الثلاثه دول سهل قوي هقولها وانتوا هتعرفوها دول ثلاثة تنتر اوف سوبرفيشاليس ودول ثلاثة تنتر اوف بروفاندس تنتر اوف بروفاندس مفيش حاجة النهاردة طلعت وكان مثال لعضلات طلع من تندونز ايه اللي هي اللي مش دول يعتبروا في القطاع مجاورين للتندر اللي طلعت منها يبقى ده اللامبريكن الثانية والثالثة والرابعة مال فين الأولى في أول مسافة هنا معايا ولا لا؟ خدت الريال يبقى هذه المسافة اللي احنا سميناها ميد بالمر سبيس في نصف راحة يد تقريبا هنا حد يعرف يوصف لي بين مين ومين سوبرفيشال لمين وديب لمين او مين البوستيريور ومين الانتيريور او مين البالمر ليها ومين الدورسال ليها نيروسس وسبيس البالمر لا مين اللي امامها هتقول لي كده سيبك من الاول من الابنيروس بعيد قوي لكن مين اللي هي خلف مين هي خلف مين خلف احنا بكن هي تبقى خلف مين خلف التندونز اوف تندونز اوف سوبرفيشاليس وبروفاندس والثلاثه لامبركس اوف ذا ميدل ورين ولت مش دول التندونات بتاعتهم هي تقع خلف الثلاثه تندون او السته تندون دول وفي نفس الوقت هي انتيريور لمين للانتروسياي والميتاكارب دي بالنسبه للميد بالم اما اللي لونها اخضر دي اسمها ابداكتور سبيس انا اسف اسمها سينر سبيس السينر وراها الابداكتور بوليش فاكرين ان عاد انا كنت بقول لك هتشيل دي وتحتوه في عمق جدا جدا في عمق هتلاقي على اسمها الدكتور اهي شوف فين يا ابوي توصلت لغايه الانتروسيار هي على الانتروسيار بينها بين الدكتور هي انتيريور للدكتور والبالمر ابنيروزس في مسافه هذه المسافه فيها اثنين تندون كمان هم واحد سوبرفيشالس واحد بروفاندس لمين؟ لا للاندكس مش لده اقطعوه خالص ده حاجته مالوش سبيس مالوش السبيس بتاعتنا وفي هنا لامبريك الناقصه ولا مفيش؟ اثنين وثلاثه واربعه يبقى مين اللي موجود في هذه المسافه اللي احنا سميناها سينر سبيس؟ المساله اقول لك مين اللي موجود فيها؟ تقول الاثنين تندونز سوبرفيشاليس وبروفاندس اوف اندكس مع الفيرست لامبريك مع مين؟ انما الميد بالمر سبيس مين اللي موجود فيها؟ السوبرفيشالس والبروفاندس واللامبريكنز حق مين؟ حق الثلاثة الميديا الميدل والرين واللت اللهم قبل الله خلص اللهم بشرت واضح؟ واضح يبقى كم مسافة عندي؟ ثلاثة طبعا ما عندي بالمر سبيس سينر سبيس بيت بالمر سبيس دورسال سبيس الدورسال سبيس كم واحدة عندي؟ دورسال سب فاكرين هم لا اللي هم دورسال سبكوتينيوس ودورسال سبتندينيوس في السلايد ده شيلوا دي من هنا حاطط غلط حاجه اسمها بارونا سميس هتشوفوها حالا فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا؟ مين دي؟ رجعوا لي السلايد ده بسرعه اقروا ايرو اشرحوا لي The thinner sphere contains the ferrous lumbrical muscles and lies posterior to the flexor long flexor tendon صح ولا غلط الكلام انت بتقرا بسرعه لكن بقول لك اقرا وفهمني ايه اللي مكتوب ده بناء على اللي شرحته انا عندي مسافه اسمها سينر سبيس مش كده ايه اشرحها لي كونشنز ذا فيرست نمبر كام في الامريكان فيها اللي هي اول واحد كويس وبعدين لايسس بوسيرير تو ذا لونج فليكسور تندون هي تقع تحت الفليكسور تندون بتاع مين اوف مين اوف اندكس اندكس يا واد اندكس ها كمل صح كمل ما تتكسفش ما تخافش ان فرونت اوف ادكتور الكلام فيه غلط في 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 في, في السلايد ده المعلومات دي مظبوطه ولا لا حد فاهم حاجه ولا لا انا شايف ناس مسهمه وساكته انا خايف منكم والله في ناس كده
معايا كلكم يا شباب. اقولها تاني ولا فاهمين؟ اللي مش فاهم هيقول اللي ما يتحركش. يبقى كلكم فاهمين. ده الجلد بتاع الباكوتينس. اللي تحتيه على طول سبتينس. اللي تحت التندون سبتينس. سهل خالص. ده انت جيت في اسهل واحدة. سبحان الله. ايوه انا عارف. مش انت انت. في كتير منكم يقع مني. اقول له ارجع لي. شو كده بقولك ارجع لي. لا لكن هذا دكتور هذا سبيس. لا كمل الاول. كمل الاول عشان. السينر دي. في معلومة في السلايد ده مش مفهومة يا جماعة. عرفتوا هي فين السينر سبيس؟ بصوا للصورة تاني. بصوا للصورة تاني. وراقبوا اهي. مش هي دي؟ مين اللي خلفها؟ دكتور. مين اللي فيها؟ يمين. ومعاهم تندر بتاع مين اللي دكتور الفضل تندر ده؟ ده فليكسور بوليش سلونجز بحاجة تاني. بتاع كبير. طب اسمع الاولاني ماليش دعوه بيه. ده له فيشل سبيس لوحده عامله كده. يا قصه ثانيه خالص. انسان. خلينا بس في مين؟ الدكتور. هتجيب الاسئله عشان اخلص بس. ميت بامر سبيس. حد يقرا السلايد ده بقى ثاني كده؟ لا حد غير. حد يفهمهولي؟ فهمهولي. ميت بامر سبيس. فين هي؟ اللي في النصف. اللي اقرا لي كده بقى مكان ما كنت فيه. تحتوي على مين؟ صح الكلام ده؟ طيب هي خلف الفليكسورز تندون صح؟ كانت وراهم كانت وراهم واحنا جايين في الصوره كده من فوق لتحت وبعدين هي خلفهم وهي قدام مين؟ الثالثه والرابعه والخامسه لانها تبع الفينجرز هذه اجيب الصوره ثاني واشرحها لي بقى اللي انت شرحته الوقت هي فين؟ هي 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 الستيريو الفرنت ليها مين وفي الباك مين وفي الباك ليها مين الفرنت التندونز اللي راحه الثلاثه معاها لا الثلاثه واربعه وخمسه مع اللامبرجنز حقهم لكن الخلف بتاعها الباك بتاعها مين الانتروسياي لثلاثه واربعه وخمسه مش كده لا مين بقى المسافات دي كلها اسمها ايش فيشال سبيس ايه الاهميه الكلينيكيه بتاعتهم الكلينيكال امبورتنس انفكشن في الميد بالمر سبيس في انهي سبيس فاكرينها الميت بالمر؟ الميت بالمر اللي هي كانت اللي هي لونها برشيد اللي هي بتاعت التلات اصابع دول مش كده؟ لما يحصل انفكشن هنا في تندونز موجوده في السبيس دي ولا ما فيش؟ موجوده تندونز السته لو حصل انفكشن في هذا المكان نتيجه اي بريك حاجه حصلت في ايدك مثلا اتشكيت شكه مثلا دخلت في يدك حاجه عملت انفكشن في الداخل هتلاقي مسافه حلوه مرتع للبكتيريا بسم الله ما شاء الله وتعمل انفكشن وتعمل بقى باثولوجي وتعمل بص في المكان ده في تندونز فتعمل انفلاميشن للتندون اللي هي تعتبر كونتنت مش كونتنت ولا مش كونتنت وعندك انفكشن فيعمل حاجه اسمها ايه تينوساينوفايتس يعني انفلاميشن اوف ذا تندون والساينوفيال ميمبرين اللي حوالين التندون لما يحصل الكلام ده في الكافيتي ده الكافيتي ده اقرا كده اوبليتريتد في اوبليتريشن يعني بيفتح قدام ولا لورا فوق ولا لتحت دي سبيس بتكبر لو انفكشن بيزيد فيها لو انفكشن بيزيد هتبص تلاقي حاجه غريبه جدا بصوا للصوره كده لو حصل انفكشن هنا باثولوجي هنا باستا كول هنا البلمر ابنيوروزس فيري